يعطيكم ألف عافية. خبازة خبازة طيبة ولذيذة، عملتها اليوم بطريقتين مختلفتين، الطريقة التقليدية اللي الكل بعرفها وطريقة جدتي الله يرحمها مع ملوخية ناشفة. قدمت معها تتبيلة هيك مع بصل أخضر، وطبعا بتتاكل بخبز أسمر، خبز طابون، تنور المتوفر عندكم. أنا اليوم قدمتها مع الخبز المورينجا اللي عملته قبل فترة برضو ونزلت طريقته على القناة. شو رأيكم تتفضلوا تنوروا مطبخي ونتعرف مع بعض كيف عملنا هالأصناف الشهية؟ بما أنه نحن بموسم الخبيزة بتمنى الكل يشوف الطريقة وتعجبه. يلا أهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة من وصفاتي أنا فتفيتو أو فاطمة الشرباتي. اليوم عندنا خبيزة، والخبيزة هي نوع من النباتات الموسمية، يعني ما بتطلع غير بالشتاء صراحة. مرات بتكون موجودة بالصيف بس بتكون ناشفة وبتكون قاسية. الخبيزة صراحة نبات مفيد جدا، مليان حديد للناس اللي بيشكوا من الأنيميا، يعني كتير ممتاز ممتاز للجماعة هدول. طبعا تعددت الطرق، فأنا رح أعمل اليوم طريقتين مختلفتين والتنتين زكيات. طريقة اللي الكل بعملها اللي هي قلاية الخبيزة، بنفرم الخبيزة بنقلي بصل وثوم وشوية زيت زيتون وبنغمسها غماس ونعصر عليها ليمون عند الأكل. في طريقة تانية اللي هي الطريقة اللي رح أورجيكم إياها اليوم، بتنعمل مع ملوخية ناشفة. هاي صراحة أنا تعلمتها من جدتي رحمة الله عليها، هاي ملوخية ناشفة. رح أفرجيكم كيف بنعملها. هاي المكونات سهلة كتير، يعني زيت زيتون، بصل، طبعا اللي بيحب الحر، ليمون وتومة. هون تقريبا عندي نص كوب من الملوخية الناشفة، سواء انت عم نشفتيها بالبيت او شريتيها من عند عطار موثوق فيه. وطبعا انا هون عندي ربطتين خبيزة. اول خطوة الخبيزة بناخدها بننقبها منيح وبننقعها بالمي مع شوية خل وبنغسلها من اي اتربة او رمل، يعني بنضلنا وراها لحد ما تصير مثل ما انتم شايفين نظيفة وما شاء الله عنها. هلا هدول ربطتين انا راح اخذ ربطة اعملها مع الملوخية الناشفة، والربطة الثانية راح اعملها هيك الطريقة التقليدية، يعني حوس مثل ما بنحكي. وهلا راح نروح لاول خطوة. بسم الله. اول خطوة، لو انت جايبة الملوخية من عند العطار، يعني مش انت اللي منشفتيها على ايدك، ضروري جدا تنقعيها بشوية مي باردة من الحنفية لحتى تتأكدي تتخلصي من كل الأتربة. بتبليها منيح مثل ما انت شايفة بالصورة، وبالشوكة بتحركيها وبتتركيها لحد ما كل الأتربة تترسب بالقاع، وبعدين بتاخدي بس على الوجه هيك بتضمني انه صارت يعني نظيفة ومرتبة. نيجي هلأ على الخبيزة. الخبيزة بنفرمها بشكلين، شكل خشن اللي حتتقلب مع البصل وزيت الزيتون، والشكل الناعم شوي اللي رح نطبخه مع الملوخية الناشفة. طبعا الخبيزة بيكون فيها عروق ناعمة، ما في داعي نتخلص منها لأنه برضو كلها فايدة. أما العروق اليابسة بنقدر نتخلص منها ونفرمها فرم خشن عادي، ممكن تستعمل محضرة الطعام وممكن بالسكين العادي. جبت هون مقلاة وطنجرة، المقلاة هعمل فيها الخبيزة الحوص، والطنجرة هعمل فيها الخبيزة الناعمة. الطنجرة حطيت فيها معلقة سمنة وزيت، والمقلاة حطيت فيها زيت زيتون. حطيت بصل مفروم خشن أو ناعم حسب رغبتك، وتومي برضو حسب الرغبة في الطنجرة وفي المقلاة. رشيت رشة ملح وقلبتها لحتى دبلت شوي. حطيت في المقلاة شوية فلفل حار أحمر أو أخضر المتوفر عندك. نزلت في المقلاة بالخبيزة المفرومة خشن، أما الخبيزة المفرومة ناعم شوي حنزل فيها بالطنجرة. رح أقلبهم منيح لحتى يتدبلوا وتنزل المي منهم ويرجعوا يتشربوها، ولحد ما يدبلوا شوي بنروح وبنحضر التتبيلة اللي رح أقدمها معهم. تتبيلة رائعة جدا، ممكن تقدموها كمان مع المشاوي. عندي هون تومة، فلفل حار أخضر وأحمر، وبصل أخضر، رشة كمون، رشة كزبرة، ملح، ممكن كمان تحطوا فلفل أسود، عصير ليمون، شوية خل، وكله حينفرم على الفرامة. هاي الفرامة من تابروير، بنزيدها شوية مية وخل وبنقلبها وهيك جاهزة.
وهون بحاول أرفع الملوخية بهدوء وأنتبه منيح إنه ما أحرك المي تحت، لأنه بتكون الأتربة متجمعة فيها وما بدي إياها ترجع مرة تانية للملوخية. بضيفها على الخبيز اللي بتكون استوت وبقلبها. بضيف معلقتين من بودرة البيجي أو أي بودرة دجاج، بزيد مي لحتى أوصل للكثافة اللي أنا بحبها، واللي بحب يأكلوها مع رز ممكن يخففوها أكثر من هيك مثل الملوخية. أما اللي في المقلاي رح أزيدها شوية مي وشوية من التكبيرة اللي عملتها قبل شوي ورشة من زيت الزيتون، وهيك بتكون جاهزة إنه نقدمها بالصحن. أما الخبيزة مع الملوخية رح نقدح لها هلأ تومة، كزبرة يابسة، معلقة سمنة وزيت، زيت لحالها اللي بدكم إياه. يا عيني على الروائح ما شاء الله، عن جد إشي فخم جدا. بنسكب أطباقنا الشهية الطيبة، الريحة ما بدي أقولكم كيف، أنا حابة بس يعني تكونوا جنبي في مرة هيك كيف ما بعرف. طبعا شوية تتبيلة هيك بالنص، شوية خيطان من دبس الرمان، كمان الملوخية مع الخبيزة ما رح أحكي لكم قديش طيبة، بتمنى عن جد تجربوها. برضو بنحط تتبيلة وشرحات ليمون ضرورية جدا، وصحتين وألف عافية. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، بتمنى اللي عملته اليوم يكون عجبكم. عملنا الخبيزة بطريقتين، التقليدية ومع الملوخية الناشفة، وطبعا قدمتها مع تتبيلة كتير روعة، بتمنى تجربوها وإن شاء الله رح تعجبكم. طبعا الخبز اللي تقدم مع خبز أي نوع خبز وخاصة الطابون كتير زاكي معها، بس أنا رح أقدمها مع خبز المورينجا اللي عملته من فترة، وبرده موجودة طريقته على القناة. بنهاية الحلقة بتمنى لكم كل السعادة كل الخير، لا تنسوني من السبسكرايب واللايك والشير. سلام.